ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم عاملين؟ يا رب دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدا اخبارنا متنساش نعمل لايك نشترك في القناة، وقبل ده كله صلى سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. خبرنا النهارده بيتكلم عن محمد بوشايب وزوجته سارة وظهورهم على في فيديو، يعني هو طبعا نشره ان هم بيرقصوا مع بعض على اغاني جزائرية، وده عرضهم لموجة كبيرة جدا من الانتقادات والهجوم، وخصوصا محمد بوشايب، لان الناس قالت يعني ده مراتك وانت مش بتغير عليها، وده عرضك، وازاي ان انت تظهرها في الفيديو وهي بترقص، وده ما يصحش وده ما ينفعش. فعرض نفسه لموجة كبيرة جدا جدا من الانتقاد. ربنا يوفق الجميع ويهدي الاحوال يا رب. وعايز اعرف حضراتكم مع ايه او ضد ده، يعني في ناس بتبقى شايفه ان الامور عاديه وناس اخرى بتقول انه ده لا ما يصحش ابدا. عايز اعرف راي حضراتكم في التعليقات. ربنا يهدينا جميعا يا رب العالمين، واشوف حضراتكم على الف خير في فيديو جديد وخبر جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.